طيب النهارده يعني هبدا بحته سريعه كده، لان ده هيبقى موضوع الشيت نمره 2 اللي هينزل لكم. ازاي عندي شويه ايكويشنز ازاي نقدر نعملها سمبليفيكيشن. هنمشي على كام اكزامبل سريع كده وبعدين نخش على موضوع جديد. نبدا باول اكزامبل. عندي ايكويشن بسيطه خالص بتقول اكس اند اكس بار اور واي. عايزين نسمبليفاي الكلام ده. ده مثال سهل قوي. اوكي هنعمل ايه؟ هنبدا ديستريبيوشن. لو تفتكروا بديستريبيوت الاوبريتور ده على كل اللي جوه، يبقى ده هيديني اكس اكس بار اور اكس واي. طبعا اكس اكس بار بكام؟ عارفين اكس اكس بار بكام؟ اي حاجه اند الانفرس بتاعها هتبقى كام؟ سمعت حد بيقول واحد؟ لا الواحد مش صح، ده انا عندي واحده منهم بواحد والثانيه بزيرو، معمول لهم اند مع بعض فلازم اطلع زيرو. هيبقى دي زيرو اور اكس واي، يعني على طول اكس واي. اوكي فالايكويشن بدات كده ووصلت لكده. هما الاثنين بيؤدوا نفس الفانكشن، بس دي معقده شويه ودي صغيره. انت لو عملت دي عن طريق الجيتس هتحتاج اند جيت واحده بس، هتحط عليها الاكس والواي هيطلع لك الفانكشن. لكن لو عملت دي هتحتاج انفرتر واور جيت وبعد كده اند جيت. تمام؟ يعني دي بمنتهى البساطه لو حولناها لدايره هتبقى عامله كده اكس وواي. لكن دي لو كنت حولتها لدايره كنت هتجيب الاكس الاول تدخلها على انفرتر تطلع لك الاكس بار، الاكس بار هتاخده مع الواي على اور جيت. اوكي وبعدين كل ده تعمل له اند مع الاكس، يبقى هتجيب اند جيت تاني هنا وتروح جاي عامل اند مع الاكس. دي ودي بيؤدوا نفس الفانكشن، بس مين فيهم افضل؟ اكيد الصغيره. وصلنا للفورمه الصغيره دي ازاي؟ عن طريق عملنا شويه بوليان مانيبيوليشن للفانكشن بتاعتي علشان ابدا اصغرها. اوكي طيب مثال تاني برضو سهل قوي. لو قلت اكس اور اكس بار واي نفس الفكره، هنعمل ديستريبيوشن. يعني ايه ديستريبيوشن؟ يعني همسك الاوبريتور ده اعمل له اوزعه على الترم ده اللي هو معمول له اند مع بعض. يبقى دي هتديني اكس اور اكس بار في الاول وبعد كده اند اكس اور واي. طيب اكس اور اكس بار بكام؟ واحد، حاجه ومعكوسها معمول لهم اور، يبقى في واحده منهم بواحد اكيد. طالما في واحد ظهرت لي في الاور يبقى لازم يبقى واحد. يبقى ده عباره عن واحد اند اكس اور واي اللي هي اكس اور واي. اوكي فده برضو بدانا بايكويشن شكلها كبير شويه، وصلنا لسيمبل فورم هعملها ب1 اور جيت، هجيب الاكس والواي ادخلهم على اور جيت هيطلع لي الفانكشن دي. اوكي طيب ناخد فانكشن اكبر شويه، اكس اور واي اندد مع اكس اور واي بار. عاوزين نسمبليفاي قبل ما ابدا اشتغل. طيب دي كانها الاند شبه بالظبط المالتيبليكيشن. اوكي فممكن نفك الاقواس دي. هتديني ايه؟ هتديني اكس اند اكس وبعدين اكس اند واي بار وبعدين هنمسك الواي هيديني اكس واي وبعدين نمسك الواي هتديني واي واي بار. نسمبليفاي اكس اند اكس بكام؟ باكس. اتفقنا ان اكس اند اكس او اكس اور اكس تدي اكس. اوكي وبعدين عندي ممكن اخد من التو تيرمز دول اكس كومن فاكتور، هيفضل لي واي بار اور واي. اوكي وبعدين عندي هنا واي واي بار بكام؟ كام؟ بزيرو. اي حاجه اند معكوسها هتبقى بزيرو، يبقى اور زيرو اللي هي ملهاش لازمه. يعني الكلام ده عباره عن اكس اور كام؟ دي هتختصر تبقى كام؟ واي اور واي بار تبقى كام؟ واحد. اكس اند واحد باكس، يعني الكلام ده كله هيبقى اكس اند اكس، اكس اور اكس اسف، اللي هي في النهايه بتساوي اكس. يبقى الفانكشن الكبيره دي لما عملت لها سمبليفيكيشن بقت اكس. اوكي لو عاوزه امبلمنت دي هعمل لها امبلمنتيشن ازاي؟ ولا حاجه.
ادي الانبوت بتاعي اكس هيخش على الدايره بتاعتي ما فيهاش حاجه، هي مجرد عباره عن واير عشان يطلع لي اكس من الناحيه الثانيه. لو كنت بدات من الفورمولا دي وعاوز اعمل لها جيت امبلمنتيشن كنت هعمل ايه؟ كنت هجيب الاول الاكس وهجيب الواي ندخلهم على اور جيت عشان اطلع ده، وبعدين اجيب الاكس تاني وادخلها على اخد نسخه من الاكس اهي وادخلها مع الواي بار، يبقى محتاج انفرتر هنا، يبقى اخد الواي اقلبها وننزلها هنا، وبعدين الاثنين دول مع بعض اللي خارج من دي واللي خارج من دي نعمل لهم اند. فلو واحد كان اشتغل على طول كان عمل لي الدايره دي، في واحد عمل سمبليفيكيشن شويه شغل مخه فوصلت ان الدايره دي ما فيهاش حاجه، مجرد باخد الاكس بطلعها الناحيه الثانيه. اوكي، والواي ملهاش اي لازمه، يعني الواي في المعادله دي ملهاش اي تاثير، انبوت ريداندنت ملوش اي افكت على الفانكشن بتاعتي. اوكي، طيب دي شويه امثله كده على البوليان مانيبوليشن. هناخد واحد كمان اكس واي اور اكس بار زد اور واي زد بتساوي كام؟ حد شايف حاجة ممكن نعملها؟ شكلها مش يعني مش باينة، ما فيهاش حاجة واضحة. أحيانا بنعمل إيه؟ أحيانا لما أجي أعمل سمبليفيكيشن ببص للمنظر ده بلاقي نفسي مش عارف أعمل حاجة. مفيش كومن فاكتور ممكن أخده علشان يختصر حاجة. مفيش حاجات ممكن اعملها. فاحيانا بنعمل ايه؟ هنكبر الاكسبريشن ده شويه، يعني هو كده شكله كويس او مفيش حاجه تانية تتعمل. لا هو فيه بس مش باينه قدامنا. هتبان ازاي؟ همسك الاكسبريشن ده هزود عليه حاجه يبقى هزيده تعقيدا، الزياده اللي انا هعملها هتؤدي ان انا اعرف اعمل سمبليفيكيشن بعد كده. تعال نشوف ازاي. دي هقول انها اكس واي زي ما هي زي اكس بار زد، هلاقي الفاريبلز بتوعنا اكس واي وزد. اوكي، طيب دي ظاهر فيها الواي والزد بس، فعاوز احط فيها الاكس كمان. جايز لو حطيت عليها الاكس الدنيا تبقى سهله. طب احط عليها الاكس يعني ايه؟ يبقى واي زد هقول اند واحد. يحصل حاجه لو قلت واي زد اند واحد؟ يبقى انا زودت، ما قللتش المعادله، انا زودتها شويه. التزويد اللي انا هزوده ده هيؤدي في النهايه ان انا اعرف اعمل لها سمبليفيكيشن. طيب يبقى انا ما عملتش حاجه، مسكت الواي زد عملت لها اند مع واحد، ما غيرتش حاجه. اوكي، طيب الواحد دي هقول انها بتساوي كام؟ هقول انها اكس اور اكس بار. ينفع كده؟ طيب يبقى المعادله بقت ايه؟ اكس واي زي ما هي، اكس بار زد زي ما هي، وبعدين واي زد بقت مضروبه او معمول لها اند مع اكس اور اكس بار. اوكي، في حاجه اتغيرت لحد دلوقتي؟ مفيش، انا عملت الواي زد حطيت لها اند مع واحد يعني ما غيرتهاش، وبعدين قلت الواحد دي بتساوي كام؟ بتساوي اكس اور اكس بار. ونفك دلوقتي ونشوف هنوصل لايه. هتبقى دي اكس واي اور اكس بار زد اور اكس واي زد اور اكس بار واي زد. معايا؟ في حد مش متابع عملنا ايه لحد دلوقتي؟ ما عملتش حاجه غير ان انا الواي زد دي قلت عاوز ادخل فيها اكس. طب ادخل فيها اكس ازاي؟ عملت لها اند مع واحد ما غيرتهاش، اي حاجه اند مع واحد ما بتتغيرش. تمام؟ وبعدين الواحد ده قلت عباره عن ايه؟ اكس اور اكس بار، وبعدين فكيت فطلع لي المنظر ده. تعالوا بقى نتفرج على المنظر ده ونشوف ممكن نسمبليفاي ازاي. هلاقي هنا في اكس واي. اوكي؟ وهلاقي في واحدة تانية فيها اكس واي. وفي عندي اكس بار زد وعندي اكس بار زد. فتعالوا ناخد كومن فاكتورز. الاكس واي دي لو خدتها كومن فاكتور هيطلع لي واحد اور زد. اوكي؟ الاثنين دول مع بعض هيدوني اكس واي في واحد اور زد. والاكس بار زد دي لو خدتها كومن فاكتور هتديني واحد اور واي. يبقى وصلنا لايه؟ اكس واي اند واحد اور اكس بار زد اند واحد، يعني اكس واي اور اكس بار زد.
اوكي يبقى كان الترم كده شكله مش عارفين نتصرف فيه. علشان ابدا اتصرف فيه قلنا طب نجرب نكبره شويه، جايز التكبير ده يوضح لي حاجات ما كانتش واضحه. كبرته ازاي؟ مسكت واحد من الترمات وهحط فيها الفاريبل اللي ناقص اللي مش ظاهر. انا عندي هنا واي وزد وانا عندي ثلاثه فاريبلز اكس واي زد، فاقول عاوز ازود على ده اكس. عملتها ازاي؟ واي زد عند واحد، ما غيرتش الواي زد اهي، وبعدين الواحد حولته الى اكس واكس بار، فكيت ظهر لي شويه حاجات وصلنا للشكل ده. يبقى وصلنا من هنا لهنا، يبقى في ترم عرفنا نتخلص منه. اوكي، يبقى مش دايما السمبليفيكيشن بيبقى واضح قدامك. احيانا هنشغل دماغنا شويه، هنكبر، هنمسك ترم منهم ونكبره ونحط فيه الفاريبل اللي ناقص ونجرب، قد نوصل لشيء افضل من البدايه. نعم، كان ممكن واحد يمسك الترم ده ويقول احط فيه الزد، جرب، ممكن هتوصل لحاجه برضه. لا مش شرط، مش شرط. انا هنا عندي ثلاثه فاريبلز اكس واي وزد، ده ما فيهوش غير اكس والواي، كان ممكن تشتغل على ده وتحط فيه زد. ده كان فيه اكس بار زد، كان ممكن تشتغل عليه وتحط واي. احنا اخترنا واحد وحطينا الفاريبل اللي ناقص اللي فيه، فوصلنا للمنظر ده. طيب السؤال بقى، هل يا ترى ده افضل حاجه ولا كان ممكن نوصل لحاجه احسن من كده؟ هل يا ترى ده افضل سمبليفيكيشن ولا ممكن لو اشتغلت تاني اوصل لحاجه افضل من كده؟ ملهاش حل غير انك تقعد تجرب. اوكي، ممكن واحد يقول اه ده هنا في اكس واي، طب ما فيش زد، طب نجرب نحط زد هنا ونشوف هنوصل ليه. او واحد يقول ده هنا في اكس وزد، طب اجرب احط واي على ده. لو وصلت لشيء افضل اوكي، ما وصلتش يبقى هي دي احسن حاجه. اوكي، يبقى في البوليان مانيبيوليشن انت عندك تول بتقدر تشتغل بيها عشان تمينيمايز الفانكشن بتاعتك، بس ما فيش جارانتي ليه اللي انت وصلت له يبقى احسن حاجه ممكنه. ممكن واحد غيرك يشتغل بطريقه ثانيه يوصل لحاجه احسن. تمام، طيب هل في طريقه تضمن لي ان انا اوصل دايما لافضل سمبليفيكيشن؟ في، هناخدها كمان شويه. اوكي، هناخد حاجه، هنرسم شويه رسومات وعن طريق الرسم همينيمايز الفانكشن بتاعتي. اوكي، لكن حتى الان احنا بنشتغل بالبوليان فانكشنز، بنقعد مينيمايز لحد ما نوصل لحاجه نعتقد انها اقل شيء ممكن. اوكي، اي سؤال؟ طيب ناخد مثال كمان. اوكي، خليكم معايا. عاوزين نسمبليفاي الايكويشن دي. اوكي، فممكن نفكر ان احنا نبدا نفك الاقواس اللي عندي. اوكي، فهنقول ايه؟ اكس اكس بار اور اكس زد اور اكس بار واي or yz. ما انا فكيت الاثنين دول مع بعض ولسه ده موجود زي ما هو y or z. طيب x x بار بكام؟ عارفين ان هي بزيرو طبعا، خلاص ملهاش لازمه في المعادله بتاعتي. هيفضل لي ايه؟ x z or x بار y or yz، ولسه القوس ده موجود y or z. تعالوا نفكه مع بعض، هيدينا اكس واي زد وهيدينا اكس زد زد، يعني اكس زد بس. اوكي، وبعدين نمسك الترم ده اكس بار واي مع الواي
تبقى اكس بار واي واي اللي هي اكس بار واي، والترم ده اكس بار واي زد، ونمسك الاخراني واي واي زد واي اند واي اللي هي واي يعني، فواي واي زد اللي هي واي زد على طول، وبعدين واي زد زد اللي هي واي زد برضه. طيب تعالوا نتفرج على ده. اولا واي زد واي زد متكرره، خلاص واحده منهم كفايه، لان اكس اور اكس هي اكس، تمام، اي اور اي هي اي، فهنا واي زد اور واي زد هي واي زد بس، هنشيل واحده منهم ونتفرج على اللي فاضل عندنا. اوكي تعالوا نشوف دول مع بعض، في اكس زد واكس زد، خلاص دي هتابزورب، دي هيفضل لي اكس زد بس، دي مع دي عندي اكس بار واي، وهنا اكس باي وار زد، يبقى دي هتابزورب دي، هيفضل لي اكس بار واي ويفضل لي الواي زد. هل يا ترى دي افضل صوره؟ حد عنده سؤال؟ لا مش سامعك. اول واحده هنا، كمان هنا، كمان هنا، اكس وواي وزد، وهنا اكس زد بس. لو خدت اكس زد كومن فاكتور هيفضل لك واحد اور واي اللي هي واحد، هيفضل لك اكس زد بس، تمام. هنا نفس الشيء، عندي اكس بار واي واكس بار واي زد، هتاخد اكس بار واي هيفضل لك واحد اور زد اللي هي واحد، هيفضل لك اكس بار واي، وهنا واي زد. هل ده افضل حاجه؟ ممكن واحد يفتكر انه خلص كده، لا لسه ما خلصناش، قد يكون في افضل من كده. مش دي هي شبه المساله اللي فاتت؟ واللي كانت فين المساله اللي فاتت؟ هي بالظبط صح؟ لا مختلفه عنها، مش مشكله. طيب تعالوا دي نجرب، احنا كده ممكن نعتقد ان احنا وصلنا لافضل شيء. تعالوا نجرب، هنا في واي زد ما فيش اكس، طب نجرب نحط له اكس، هيبقى عندي اكس زد اور اكس بار واي اور واي زد اند واحد، واحد اللي هي اكس اور اكس بار. اوكي ونجرب نفكها، هتديني اكس زد اور اكس بار واي اور اكس واي زد اور اكس بار واي زد. لما نفك دول مع بعض هنلاقي اكس زد هنا واكس زد هنا، فدي هتابزورب دي، هيفضل لي اكس زد، وبعدين عندي اكس بار واي وهنا اكس بار واي بس مع حاجه تانية، يبقى دي هتابزورب دي، هيفضل لي اكس بار واي. يبقى ده اخر حاجه وصلنا لها، تمام. يبقى تاني احنا بنشتغل بالبوليان الجبرا علشان مينيمايز الفانكشن، بس زي ما قلت مفيش حاجه بتجارانتي ان انت وصلت للمينيمم فور، انت بتوصل لشكل وما تعرفش يا ترى هل دي احسن حاجه ولا في احسن منها، فبنجرب زي ما احنا عملنا هنا، مسكت ترم منهم ما فيهوش الاكس وجربت حطيت له الاكسات واشتغلت وصلني النتيجه افضل. هل يا ترى دي مينيمم فور؟ الله اعلم، جايز برضو لو جربنا حاجه تانية تطلع حاجه مور مينيمايزد عندي، تمام. يبقى البوليان زي ما قلت هي تول بتوصلك لفورم، بس ما فيش ضمان ان دي احسن حاجه، ممكن يبقى في افضل منها، انت بقى وايه وشطارتك او خبرتك. ناخد مثالين كمان وبعدين نخش على موضوع جديد. عندنا فانكشن A or B or C، عاوزين دي هنسميها F بتساوي A or B or C، عاوزين نجيب F بار. هنعملها ازاي؟ تفتكروا في نظرية خدناها اسمها دو مورجانز ثيوري، كنا بنقول ان اف بار يعني A or B or C وعليهم بار، صح كده؟ دي كانت تتفك تبقى ايه على طول؟ طالما نفس الاوبريتور موجود يبقى ما بعملش حاجه غير ان انا بقلب كل فاريبل وبغير نوع الاوبريتور من اور هخليه اند، يبقى دي هتبقى A بار B بار C بار، والاور بقت ايه؟ بقت اند، بس الدوتس غالبا ممكن ما نكتبهاش، يبقى A بار دوت B بار دوت C بار، نكتبها على طول A بار B بار C بار. اوكي؟ طيب دي بسيطة خالص وده تطبيق مباشر على دو مورجانز. تعالوا ناخد واحدة تانية تكون مش تطبيق مباشر. ناخد فانكشن تانية.
function of x, y, وz بتساوي x bar y z bar or x bar y bar z. وعاوزين نجيب ال f bar. اوكي تعالوا نفكر هنعمل ايه. طالما قال لك اف بار يبقى على طول تفكر في دي مورجان. دي مورجان بيقول ايه؟ بيقول ان انا احط بار على الاكسبريشن ده. معايا؟ طيب هنطبق دي مورجان ازاي؟ حد يعرف يقول لي؟ الاول هل في نوع واحد من الاوبريتورز ولا في انواع كتير؟ في انواع كتير لان عندي هنا دوت ودوت واور ودوت ودوت. فطالما في ميكس ما بين الاند والاور ما ينفعش نطبقها مباشره. همسك حاجه على بعضها وحاجه على بعضها وبينهم نوع واحد. فهنعمل ايه؟ هناخد دي كده على بعضها كانتيتي ودي انذر انتيتي وبينهم ايه؟ بينهم اور اوبريشن. يبقى الانتيتي دي كلها على بعضها هنعمل لها بار والانتيتي الثانيه هنعمل لها بار. اوكي والاور اللي بينهم هتتحول لدوت. مفهومه؟ يبقى انا ما اقدرش اشتغل دي مورجان على خليط من الاوبريتورز، لازم انقي اوبريتور واشتغل عليه. فهنا انا عندي حاجات اورد مع بعض فاقول الحاجه دي اور الحاجه دي، يبقى الحاجه دي بار والحاجه دي بار وبعدين الاور تتحول لآل. ما خلصناش لسه، انا عندي هنا بار فوق الاكسبريشن ده، فده ممكن لوحده اطبق عليه دي مورجان تاني. طيب ده هنا نفس الاوبريتور اند واند، يبقى دي هتتفك هتبقى اكس بار بار هتبقى اكس والواي هتبقى واي بار والزد بار هتبقى زد. اوكي والاند اللي ما بينهم هتتحول لاور. يبقى انا فكيت دي بدي مورجان وصلت للشكل ده. معايا؟ دي برضو هنفكها بدي مورجان هتتحول لايه؟ لاكس وواي وزد بار. اوكي قلبت كل فاريبل والاوبريتور اللي هو الاند هيتحول لاور. يبقى دي فكيت دي، فكيت دي بدي مورجان لوحدها ودي مورجان لوحدها وكان بينهم زمان اند، يبقى الاند زي ما هي. تمام؟ دي مورجان انا بطبقها على الحاجه اللي هي تحتيها. دي هنطبق عليها دي مورجان لوحدها، دي مورجان لوحدها، دي ما كانش عليها بار من فوق يبقى بتنزل زي ما هي مش مغيره. اوكي؟ طيب خلاص تقريبا خلصنا. هنفك الاقواس دي اكس مع اكس، اكس اكس اللي هي اكس على طول. مفيش داعي اكتبها وانتوا عارفينها بقى، اكس اكس اللي هي اكس. واكس مع واي. وبعدين اكس مع زد بار. نمسك الواي بار هيديني اكس واي بار. والواي بار مع الواي هتديني ايه؟ واي بار اند واي بزيرو، خلاص زيرو مفيش داعي اكتبها. والواي بار مع الزد بار. كده خلصنا الواي بار. نمسك الزد هيديني اكس زد. والزد مع الواي هيديني واي زد. والزد مع الزد بار هتديني زيرو مش هكتبها. ملاحظين وانا بكتب براعي ترتيب الفاريبلز، يعني ما تكتبليش مره اكس واي ومره تكتب لي واي اكس، امشي بترتيب ثابت علشان ده هيسهل عليك انك تشوف الحاجات الكومن اللي ما بينهم. طيب ونبدا نختصرها. هنلاقي هنا عندي اكس وهنا عندي اكس وواي وهنا عندي اكس وزد بار وهنا عندي اكس وواي بار وهنا عندي اكس وزد. دول كلهم هيبقوا ايه؟ اكس، احنا اتفقنا في حاجه اسمها الابزوربشن. اكس اقوى من اكس مع اي حاجه اخرى، يبقى الاكس دي اقوى من اكس واي واقوى من اكس بار زد واقوى من مش عارف من اي حاجه فيها اكس، يبقى دي هتبقى مختصره الى اكس. فاضل ايه ما اتاخدش؟ واي بار زد بار والواي زد. اوكي مفيش حاجه تاني تتعمل، احنا كده خلصنا وصلنا للمينيمم فورم بتاع الاف بار. تمام؟ في اي سؤال؟ في حد مش فاهم؟ اوكي ناخد اخر مثال نمرة 8.
طيب عاوزين نعمل اف بار نجيبها. طالما زي ما قلت في بار يبقى على طول نفكر في دي مورجان، يبقى الاف بار هتساوي الكلام ده محطوط عليه بار. هنعمل ايه؟ هنا عندي تشكيله مره اند ومره اند ومره اور ومره اند، يبقى ما ينفعش نطبق دي مورجان مباشره، لازم ندور على تو انتيتيز بينهم نوع واحد من الاوبريتور. فهنلاقي عندي اكس وهنلاقي البتاعه دي على بعضها وبينهم دوت، يبقى لو طبقنا دي مورجان هيديني اكس بار والبتاعه دي على بعضها معمول عليها بار كلها، والدوت دي تتحول لاور. اوكي؟ طيب عندي هنا بار كبيره عاوزين نفكها. برضه هنا في حاجات ميكس، فهاخد تو انتيتيز بينهم نوع واحد من الاوبريتور، فهاخد دي وناخد دي بينهم اور. يبقى لما نفك دي هتديني اكس بار اور، وبعدين نفك دي بقى هتديني ايه؟ الحته دي على بعضها بار، والحته دي على بعضها بار، ودي هتبقى اند. تمام؟ نرجع تاني، عندي بار كبير عاوزين نفكها، نطبق دي مورجانز تاني. يبقى هتديني اكس بار، وبعدين نفك دي بقى هتديني ايه؟ واي اور زد. يبقى دي هتديني واي اور زد، ودي هتديني واي بار اور زد بار. تمام؟ نفك القوسين دول مع بعض هيديني ايه؟ لما نفك دول مع بعض واي واي بار بكام؟ بزيرو، خلاص ما تتكتبش. واي زد بار هتتكتب. وبعدين واي بار زد هتتكتب برضو، وبعدين زد زد بار بزيرو ما تتكتبش. يبقى ده المينيمم فورم بتاع الاف بار اللي احنا كنا عاوزين نجيبها من البدايه. تمام؟ طيب دي شويه امثله. طبعا في شيت نمره 2، يعني الناس اللي هتاخد سكشن النهارده هيشتغلوا فيه، هيبقى كله على البوليان مانيبوليشن. لا هو مديك اف وبيقول لك هات لي اف بار. كان ممكن تجرب تسمبليفاي دي الاول، وبعد ما تخلص سمبليفيكيشن تجيب لها البار بتاعها. اوكي؟ يعني ممكن زي ما احنا عملنا، احنا قلبنا الاول وبعدين سمبليفايد، كان ممكن تسمبليفاي الاول وبعدين تقلب. اوكي؟ طيب نبدا بقى ايه حاجه جديده. احنا قلنا من شويه ان البوليان الجبرا بيساعدك انك تمينيمايز الايكويشنز، لكن ما بيضمنلكش ان انت بتوصل لاحسن سمبليفيكيشن ممكن. هل في طرق تانية؟ قبل ما ناخد الطرق التانية تعالوا ناخد شوية بيزكس كده برضو نتعرف عليها. هندايفرت شويه عن الموضوع الاساسي وناخد شويه حاجات ممكن تكون اقرب للعملي شويه. ازاي بنتفرج على حاجه اسمها ويف فورم؟ دي عباره عن جراف بنرسمه. الناس اللي بتشتغل في المجال بتاع الهاردوير ديزاين هتلاقوهم طول النهار فاتحين قدامهم شاشات، والشاشات فيها اشكال غريبه كده.
الاشكال دي بنسميها الويف فورم، دي بتساعدنا ان احنا نفهم الديزاين بتاعنا. يعني ايه ويف فورم؟ يعني تعالوا نشوف، لو جبت لك كيرف كده برسم مع التايم قيم سيجنالز معينه في الدايره بتاعتي، مثلا في سيجنال اسمها اكس، عاوز اشوف بتتغير ازاي مع التايم. هل احنا في شغلنا في حاجه كونتينيوس؟ هل في ويف بتتغير سموث كده في الشغل بتاع الديجيتال بتاعنا؟ لا، كل القيم بتاعتي بتتراوح ما بين 0 و 1. فشكل اللي احنا هنرسمه هنلاقيه دايما بيتراوح من 0 و 1، يعني الاكس دي مع الزمن بتتغير بالشكل ده، مثلا كانت 1 وبعد شويه نزلت 0، بعد شويه طلعت 1 تاني، وبعدين فضلت 1 كمان مره، وبعدين فضلت 1 كمان مره ثالثه، وبعدين نزلت 0. فده شكل الويف فورمز اللي احنا هنشوفه. فتعالوا ناخد مثال كده على two variables x و y ونشوف هنرسم functions مختلفة باستخدام الويف فورم. طيب ادي مثال، ادي function input اسمه x بيتغير ازاي؟ مرتين 0 ومرتين 1، يبقى ادي 0 وادي 0 وبعدين بيطلع يبقى 1 وبعدين يبقى 1. ممكن تسهيلا علينا بنكتب القيم اللي احنا شايفينها، يبقى ده 0 0 1 1 مع التايم بتغير بالشكل ده. قعد لفترتين 0، يعني ايه فترتين بقى؟ ليه ما كتبتش 0 طويله وواحد طويله وخلاص؟ لان في شغل الديجيتال بتاعنا احنا لازم نقسم الوقت باستخدام حاجه اسمها الكلوك. الكلوك دي بيبقى لها بيريود معينه، فهو قعد 2 بيريودز 0 و 2 بيريودز 1. اوكي؟ ده الاكس. الواي 0 1 0 1. الواي كان 0 في الاول وبعد كده بقى 1 وبعدين نزل 0 وبعد شويه طلع 1 تاني، فيبقى ده 0 1 0 1. تعالوا بقى ندخل الواي والاكس دول على اند جيت واتفرج على اللي خارج من الاند جيت، يعني عاوز اشوف اكس اند واي بتساوي كام. ولا حاجه، هنعمل اندنج للفاليوز دي. يبقى في اول كلوك بيريود او اول بيريود بتاعتي عندي 0 و0، لما اعمل لهم اند يطلع لي كام؟ 0. يبقى الويف فورم هتخيل انها تطلع بالشكل ده. بعد كده عندي 0 و1، بعمل لهم اند هيطلعوا كام؟ 0 برضه. يبقى تاني الاكس واي هتطلع 0 في الوقت التاني. في الوقت التالت عندي 1 و0، لما اعمل لهم اند برضه هيطلع 0. في الوقت الرابع عندي 1 و1، نعمل لهم اند هيطلع كام؟ 1. يبقى ده شكل الويف فورم اللي هيخرج لو انا جبت اوسيلوسكوب كده ووصلته على اللي خارج من الجيت، هشوف المنظر ده قدامي. اوكي؟ طيب تعالوا نعمل اكس اور واي. لو اتفرجنا على اكس اور واي، نمسك الاكس والواي ونعمل لهم اور. 0 اور 0 طلع لي كام؟ 0. سهلة ما فيهاش حاجة. يبقى في الزمن الأولاني ده نطلع 0. بعد كده بقت الإكس ب 0 والواي ب 1، لما أعمل لهم أور هيطلع كام؟ 1. يبقى هلاقي في 1 طلعت هنا. في الفترة الثالثة 1 مع 0، أعمل لهم أور هيطلع لي 1 برضه. الفترة الرابعة 1 و1 يطلع 1. فده شكل لو انا اتفرجت، جبت اوسيلوسكوب واتفرجت، هلاقي اللي خارج من الاكس اور واي بالشكل ده. اوكي؟ اللي احنا شايفينه ده بنسميه ويف دايجرام، او ساعات بنسميه الويف فورم. ويف فورم او ويف دايجرام بنقصد بيه الكلام ده. طيب لو نتفرج على الاكس بار تطلع عامله ازاي؟ عكس الاكس على طول، الاكس كانت 0 0 1 1، مع الزمن بتتغير من 0 ل 0 ل 1 ل 1، يبقى البار بتاعها هيبقى من 1 ل 1 ل 0 ل 0. يبقى 1 1 وبعدين 0 0. والواي بار هتبقى عامله ازاي؟ عكس الواي. اوكي؟ الواي كانت بادئه ب 0
يبقى الواي بار هيبدا بواحد وبعدين ينزل صفر وبعدين يطلع واحد وبعدين ينزل صفر. ده الواي بار. في حد مش فاهم؟ ده بنستخدمه كتير. عندكم في الشيت الثاني في اساينمنت نمرة 2، في تول كده هتنزلوها من الانترنت وهتلعبوا بيها شويه. التول دي بتطلع لك حاجات شبه دي. موجود اساينمنت هتشوفوه هتعملوه يعني. اوكي؟ طيب دي الويف دايجرام. اوكي؟ طيب احنا لحد النهارده ما اتكلمناش غير على انواع جيتس سميناها اند واور ونوت. هل في انواع اخرى؟ في انواع اخرى كتير. هنبدا نشوف الانواع الاخرى دلوقتي. يبقى هنا other types of gates. انواع اخرى من الجيتس، احنا شفنا الاند والاور والنوت، تمام؟ هل في حاجات تانية؟ في عندنا جيتس اسمها ناند، في جيت اسمها نور، في جيت اسمها اكس اور، في جيت اسمها اكس نور، وفي حاجه اسمها بفر. اوكي؟ طيب هم سهلين قوي ما فيهمش حاجه، بس نقولهم علشان تبقى المعلومه كامله عندكم. يعني ايه ناند؟ مقلوب الاند يعني ايه؟ الاند احنا عارفين الرمز بتاعها عباره عن نص دايره، دي الاند جيت. الناند شبه الاند بالظبط، بس باجي على الاوتبوت بتاعها وبعمل دايره صغيره. معناها ان انا هعمل ايه؟ هانفرس الاوتبوت. يعني لو كانت الانبوتس بالشكل ده، ادي احتمالات الانبوتس بتاعتنا الثمانيه احتمالات، اكس اند واي اند زد، تبقى شكلها عامل ازاي؟ هتطلع ايه؟ العمود ده هيبقى ايه؟ هنا هكتب ايه؟ حد عارف بسرعه يقول لي؟ كلهم اصفار ما عدا اخر واحده، لان احنا عارفين الاند لازم كل الانبوتس تساوي واحد عشان يطلع واحد. فكل دي هتطلع اصفار، ادي السبعه الاولانيين اصفار ما عدا دي. الناند عكس الاند، هي عباره عن اند بس قبل ما اطلع الاوتبوت رحت جاي عكسه. اوكي؟ فهتطلع لي وحايد في الاول سبع حالات وزيرو في الحاله الاخيره. اوكي؟ فده الناند جيت. خلاص هي سهله قوي، عباره عن عكس الاند جيت. رمزها شبه الاند جيت ولكن في دايره على الاوتبوت بتاعها. الدايره دي معناها ان احنا قلبنا الاوتبوت. اوكي؟ النور ادي الاور، احنا عارفين الاور كلنا شكلها عامل كده. لو دخلت اكس واي زد دي اسمها اور. لو جبت نفس شكل الاور وعملت عليه دايره في الاوتبوت بقى اسمها نور. اوكي؟ طيب الاور بتطلع ايه؟
لو في واحد على الاقل في الانبوت هتطلع لي واحد، غير كده بتطلع صفر. يبقى اول حاله بس الاور هتطلع لي زيرو، وبعد كده هتطلع لي وحيد. النور عكسها، نشوف الاور بيطلع ايه ونقلبه. اوكي، فالنور هيطلع لي واحد هنا والباقي كله اصفار. اوكي، يبقى واحنا بنشتغل واحنا بنimplement الدوائر وبعمل دوائر، ممكن استخدم حاجات غير الاند والاور والنوت. ممكن استخدم النور والناند والحاجات المتاحه اللي احنا هنقولها دلوقتي. اوكي، طيب هل وانا بشتغل لازم يبقى عندي جميع الانواع دي؟ لا، انا يكفيني الاند والاور والنوت فقط، دي حاجات اضافيه بتساعدني. انما انت ممكن تكتفي بالثلاث انواع الرئيسيين الاند والاور والنوت وخلاص، لكن دي حاجات زي ما قلت بتسهل عليا الديزاين زي ما هنشوف قدام شويه. طيب دول سهلين خلاص وعارفينهم وجايز تكونوا شفتوهم قبل كده في الكورس بتاع اعدادي او حاجه. هنشوف بقى الاكس اور بتعمل ايه. الاكس اور لها تعريف ممكن تكونوا شفتوه قبل كده بس مش اكيوريت. يعني ايه الاكس اور؟ رمزها كده شبه الاور بس في لاير اضافيه على الانبوت، في طبقه كده زياده على الانبوت، ده الرمز بتاع الاكس اور. بتشتغل ازاي؟ في ناس بتقول تعريف انا هقوله لكم عشان لو سمعتوه، لكن هو مش اكيوريت. التعريف اللي هقوله ده ابلايد فقط في حاله التو انبوتس، لكن لو لها اكتر من انبوت التعريف ده ما بينطبقش. التعريف بتاع التو انبوتس بيقول لو لقيت التو انبوتس زي بعض بتطلع زيرو، المختلفين عن بعض بتطلع واحد. يعني ادي احتمالات الانبوت بتاعتي، لو الاثنين انبوتس زي بعض هتطلع لي زيرو، يعني هنا زيرو زيرو يبقى تطلع لي زيرو، هنا واحد واحد زي بعض يبقى تطلع لي زيرو برضه، مختلفين عن بعض بتطلع واحد، هنا زيرو واحد مختلفين، وهنا واحد وزيرو مختلفين. اوكي، يبقى في ناس بتقول بيسموها احيانا كومباراتور، زي ما تكون حاجه بتقارن التو انبوتس، لو لقيتهم زي بعض بتطلع لك صفر، مختلفين عن بعض بتطلع لك واحد. اوكي، فده التعريف البدائي خالص للاكس اور جيت، ان هم بيسموها كومباراتور، بتقارن ما بين حاجتين، لو تيبيكال بتطلع زيرو، مختلفين بتطلع واحد. طيب التعريف ده ما ينفعش اقوله لو كان الدايره دي لها 3 او 4 او 5 انبوتس. اوكي، تعالوا نجرب نعمل 3 انبوتس. طيب بنكتبها ازاي في المعادلات الاكس اور؟ لو انا عندي اكس اور واي هكتبها ازاي؟ هكتب اكس اور ونحط عليها دايره وبعدين نكتب واي، دي معناها اكس اور. يبقى الاوبريتور اللي هو اللي شبه الاور بس حواليه دايره بنسميه اكس اور. اوكي، طب امال الناند بنكتبها ازاي؟ دي سهله خالص، هنكتبها زي ما بنكتب الاند بس هحط بار فوق. والنور بنكتبها ازاي؟ زي ما بكتب الاور بس هحط بار فوقيها. اوكي، الاكس نور الاكس اور لها اوبريتور مخصوص اللي هو البلس او علامه البلس دي وحواليها دايره. اوكي، طيب تعالوا نشوف لو عاوزين نعمل اكس اكس اور واي اكس اور زد. بتكلم على ثلاثة فاريبلز، هل الرول دي هتنطبق؟ لا. هنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل اكس اور على ثلاثة فاريبلز. طب يا ترى الاوتبوت هيطلع عامل ازاي؟ في ناس ممكن تشغل دماغها وتحاول تجيبها بالبوليان الجبرا، فتعالوا نشوف الاول الطريقه الاوليه وبعدين اقول لكم الديفينيشن السهل خالص. في حد هيقول الكلام ده بيساوي اكس وبعدين اكس اور واي اور زد ويحط دي كده، بمعنى ايه؟ هيعمل الاول الاكس اور بتاع الواي اور زد والناتج بتاعه يروح جاي يعمل له اكس اور مع الاكس.
قسمها بدل ما هي 3 مره واحده قسمها 2. اوكي طيب فتعالوا نعمل بالطريقه دي الاول. ادي اكس واي وزد 01 01 01 01 وبعدين 00 01 00 01 01 وبعدين 4 أصفار و4 أحايد زي ما اتفقت. في ناس زي ما قلت مش هتعملها على طول ولكن هتحاول تجيبها على مرحلتين. هتمسك الأول الواي أور زد واي إكس أور زد آسف يبقى هنا واي اكس اور زد. تعالوا نشوف بتساوي كام بالمبدا بتاعنا. بما ان في 2 انبوتس فقط اللي هم الواي والزد هنطبق القاعده بتاعتنا زي بعض 0 مختلفين 1. يبقى هنا الواي والزد زي بعض هتطلع لي 0 0 1 هتطلع 1 1 و0 هتطلع 1 1 1 هتطلع 0 0 0 هتطلع 0 0 1 تبقى 1 1 و0 1 1 1 0. يبقى كده عمل الاول واي اكس اور زد وبعدين هيمسك دي ويعمل لها اكس اور مع الاكس. يبقى يمسك العمود ده والعمود ده يعمل لهم اكس اور مع بعض. مع اكس اس. يبقى العمود ده والعمود ده نعمل لهم اكس اور مع بعض. هنا عندي 0 مع 0 هيديني ايه؟ زي بعض يبقى هيديني 0. وبعدين 0 مع 1 هتديني 1. وبعدين 0 مع 1 هتديني 1. الحالة الرابعة 0 مع 0 هتديني 0. الحالة الخامسة 1 مع 0 هتبقى 1. السادسة 1 مع 1 0. السبعة 1 مع 1 0. التامنة 1 مع 0 1. في واحد ممكن يعملها بالشكل ده؟ اوكي كلام صعب سهل وفاليد ولكن طويل شوية. هل في قاعدة تانية ممكن أطلع منها الحل على طول؟ اه. هنقول قاعدة جنرال. إيه القاعدة الجنرال؟ output of x or بتساوي 1 if. امتى بيساوي 1؟ لما يبقى عدد الوحايد في الانبوتس رقم فردي odd number. عد الوحايد 0 و 0 هنا ما عنديش غير وحدايه بس واحده بس. بما انه وحدايه واحده يبقى هتطلع لي 1. هنا عندي وحدايه طلع لي 1. هنا عندي وحدين، وحدين ده مش رقم اود، ده ايفن نمبر، يبقى ما تطلعش واحد. يبقى هعد الوحايد في الانبوت. لو لقيت عددهم اود او عدد فردي الاوتبوت يطلع واحد. اوكي؟ يبقى الاوتبوت في اكس اور بيساوي واحد امتى؟ اف نمبر اوف وانز اد ذا انبوتس is odd. Otherwise هتطلع 0. اوكي؟ يبقى من غير ما نعمل الكلام الكتير اللي احنا عملناه ده في النص مش لازمه. ممكن على طول نجيبها بالقاعدة دي if number of inputs odd number هتطلع واحد. طيب هنا عندي في هنا وحايد في أول كيس عدد الوحايد صفر. صفر ده odd ولا even number؟ صفر بنعتبره even number. اوكي يبقى even number هتطلع لي 0. هنا عدد الوحايد واحد this is an odd number يبقى هتطلع لي 1. هنا عدد الوحايد واحدة بس اللي موجودة بواحد يبقى odd تطلع لي 1. اوكي هنا عندي وحدين يعني مجموع عدد الوحايد 2، 2 ده even number، even number يطلع لي 0.
هنا واحد بس قد طلع لي واحد. هنا واحدين يبقى even number تطلع zero. هنا واحدين even number تطلع لي zero. تلات وحايد يعني عددهم تلاتة إذا odd number يبقى تطلع لي واحد. يبقى القاعدة العامة بتاعة الـ XOR gate إن شاء الله يكون لها 50 input. لو عندك جيت كبيرة ولها 50 input عاوز تعرف بتطلع واحد ولا زيرو عد الوحايد، لو لقيتهم odd number هتطلع واحد، لقيتهم even number هتطلع زيرو. اوكي؟ طيب يبقى بدل ما نقول عليها comparator، comparator ده لو حالة two inputs فقط. بدل ما نسميها comparator هنسميها odd number detector. odd number هنا مش بمعنى الرقم نفسه even ولا odd، انا بقصد عدد الوحايد. يعني ما تقوليش دي نمره 3 فتلاتة ده يبقى odd number، لا انا ما بقولش على الترجمه بتاعت الرقم ده، انا بقول على عدد الوحايد اللي في الانبوت. اوكي odd number في ناس بيسموها odd، ما بيحبوش يستعملوا كلمه number دي عشان ما حدش يتلخبط، بيسموها odd parity detector. الباريتي مقصود بيها عدد الوحايد في الانبوت. اوكي odd parity detector بلاش كلمه نمبر عشان ما نتلخبطش. يعني ايه parity؟ يعني عد الوحايد اللي في الانبوت، لو لقيتها odd طلع لي واحد في الاول. اوكي اي سؤال؟ في حد مش فاهم الاكس اور؟ اوكي طيب عكس الاكس اور اسمها ايه؟ اسمها اكس نور. يبقى عندنا جيت تانية اسمها اكس نور. شكلها عامل ازاي؟ زي ما اتفقنا الناند والنور والكلام ده، هي شبه الجيت الاصلية بس بيحط لها دايرة في الاوت. يبقى الاكس نور عاملة كده. دي بنسميها اكس نور. السيمبل بتاعها يعني لو هنا داخل لك اكس واي ممكن تقول اكس اكس اور واي وبعدين اعمل لها انفرتر زي ما كنا بنعمل في حاله الناند والنور، او في ناس عملوا اوبريتور كده وسموه اكس نور، يبقى دي اسمها اكس نور ودي برضو اسمها اكس نور. الرمز ده معناه اكس نور. اوكي بدل ما بتطلع وحايد وصفار بالشكل ده هتطلعهم بالعكس. اوكي فالاكس نور اذا كنا بنسمي دي odd parity detector يبقى الاكس نور هنسميها even parity detector، هتطلع واحد لو كان الانبوتس even number. اوكي اي سؤال؟ طيب الكلام ده مهم جدا مش بس علشان الدراسه والامتحانات والكلام ده، ان شاء الله لما تروحوا تشتغلوا بيعملوا لكم انترفيو. الشهاده لوحدها مش كفايه، لازم تعدي تكنيكال اكزام في الشركه اللي انت رايحها، بيسالوكوا في حاجات شبه الحاجات دي. ما بيسالوش اسئله تعجيزيه، بيسالوا اسئله بيزك، تاكد ان انت عندك البيزك كونسبت، انت لو عندك الكونسبتس دي هتقدر تشتغل وتعمل اي حاجه. لو الكونسبتس مفقوده مش هتعرف تعمل حاجه. فلازم الحاجات دي نبقى فاهمينها كويس ومدربين عليها. ويعني انتوا لسه قدامكم سنتين ان شاء الله او اكتر عشان تتخرجوا، ثلاثه ثانيه وثالثه ورابعه، بس خليكم فاكرين الحاجات اللي بقولها لكم دي. اوكي طيب هنلعب شويه بالاكس اور جيت، اسئله برضو تريكس كده بتيجي في الانترفيوز بالذات. بيقول لك عندي اكس وعاوز اجيب اكس بار وما عنديش انفرتر ولا اي حاجه، اعمل ايه؟ بيقول لك اعملها لي باستخدام الاكس اور جيت. تاني عندي اكس وعاوز اقلبها وما عنديش انفرتر وما عنديش غير اكس اور جيت، هعمل ايه؟ تعالوا مع بعض كده نفكر مع بعض. لو جبت اكس اور بتو انبوتس، طب انا هدخل الاكس هنا، طب احط هنا ايه؟ انا عايز الاوتبوت من بره يطلع اكس بار، فتعالوا نفكر هات التو انبوت ده الانبوت الثاني سميه اي حاجه،
ودخله على اكس اور. طيب ونشوف الاحتمالات. احنا قلنا هنا هيطلع زيرو، هنا هيطلع واحد، هنا هيطلع زيرو، اسف هنا هيطلع واحد، هنا هيطلع زيرو. طيب هنلاقي ايه لما يبقى الاكس داخله مع حاجه شبهها؟ بيطلع ايه؟ مش دايما بيطلع اكس، ما هنا الاكس داخله مع حاجه شبهها برضه. طب بلاش نفكر كده، تعالوا نعمل حاجه تانية. نمسك الاكس بس، الاكس يا بتاخد يا زيرو يا واحد، صح؟ لو خليت الانبوت التاني واحد في الحالتين هيطلع ايه؟ هنا مختلفين هتطلع واحد، هنا شبه بعض هتطلع زيرو. يبقى انا لو ثبتت الرقم ده على واحد هيطلع الناحية التانية ايه؟ لما كانت الاكس بزيرو طلع لي واحد، لما كانت الاكس بواحد طلع لي زيرو. يبقى دي اشتغلت هتطلع لي ايه هنا؟ ادي النتيجة اهي اف. لو قارنت الاف بالاكس هتلاقيها ايه؟ الاف هي اكس بار، تمام؟ يبقى لو ثبت الانبوت ده خليته واحد على طول الاوتبوت هيطلع عكس الاكس، اوكي؟ يبقى الاكس اور جيت ممكن استخدمها ان انا اعمل بيها انفرتر. ازاي؟ وصل لي واحد على الانبوت الثاني، وصله على الواحد، الواحد اللي هو الفولت العالي اللي هو الفي سي سي بتاعنا، اللي هو البوست بتاع البطاريه او السبلاي بتاعنا. يبقى خليكم فاكرين الاكس اور جيت ممكن احولها الانفرتر عن طريق ان انا اثبت الانبوت الثاني على واحد، وبالتالي لو دخلت زيرو هتطلع لك واحد، دخلت واحد هتطلع لك زيرو، يبقى هي اشتغلت از انفرتر. تمام؟ مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ طب هسالكم سؤال بالعكس، لو جبت اكس اور جيت ودخلت هنا اكس ودخلت هنا زيرو هتطلع ايه؟ نجرب القيم المختلفة للإكس ونشوف، نقارن الناتج بالإكس. حط زيرو على الإكس هيطلع كام؟ طلع زيرو. حط واحد على الإكس هيطلع كام؟ طلع واحد. يبقى اللي خارج شبه الإكس، يبقى في الحالة دي الإكس أور ما عملتش حاجة، فوتت الإكس زي ما هي. إنما لما أحط واحد الإكس أور بتقلب الإكس. أوكي؟ دي هنستخدمها قدام شوية. إن إحنا هنعمل حاجه اسمها كنترولر بيتحكم في قيمه الاكس، لو انا عاوزها تعدي زي ما هي هحط زيرو، عاوزها تعدي مقلوبه بحط واحد. اوكي؟ نشوف الكلام ده كمان محاضرتين ولا حاجه. المهم نفهم ان الاكس اور جيت ممكن استخدمها از انفرتر لو انا ثبتت واحد من الانبوتس على واحد والتاني خليته فاريبل، فيطلع الاوتبوت هو مقلوب الفاريبل اللي داخل. تمام؟ طيب احنا شفنا الناند والنور والاكس اور والاكس نور، فاضل البفر. البفر ما بيعملش حاجة، أمال بنستخدمه ليه؟ البفر ما بيعملش حاجة، بياخد الحاجة ويطلعها من الناحية التانية زي ما هي. رمزه إيه؟ رمزه مثلث. طب الإنفرتر كان رمزه إيه؟ مثلث بس فيه دايرة، الدايرة دي معناها إن الحاجة بتتقلب، أوكي؟ ده ما فيش حاجة بتتقلب، بدخل له إكس بيطلع لي إكس. طب ليه موجود؟ طب ما أنا ما أحط سلكة وخلاص. لو أنا عاوز الإكس زي ما هي من غير ما تتغير، خلاص هوصل الإكس بسلكة الناحية التانية، إيه لازم إن أنا أحط بفر؟ تعالوا نشوف البفر بقى له استخدامات عشان نفهمها. لازم نتكلم الاول على شويه حاجات. اوكي، يبقى ايه استخدام البفر؟ أوكي. عشان نفهمها لازم نتكلم على حاجه اسمها اللودينج افكت. لو عندي جيت زي دي
واللي خارج منها عاوز اغذي بيه جيتس اخرى كتير قوي. يعني ايه؟ يعني عندي هنا جيت وعندي هنا جيت تانية وعندي مش عارف انفرتر وعندي جيت تالتة وجيت رابعة وجيت خمسة، عدد كبير قوي من الجيتس وكلهم واخدين انبوت من الايه؟ من اللي خارج من الجيت دي. طبعا الجيت دي داخل لها انبوتس اخرى اضافيه مالناش دعوه بيها دلوقتي. المهم هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان في جيت واحده بتغذي جيتس كتير قوي. اوكي؟ الجيت دي بتغذي كل اللي بعديها. طيب. وبالتالي يعني ايه بتغذي؟ يعني في طالع منها كارنت. عارفين سيركتس طبعا، تمام؟ الكارنت ده لو سميته هيتفرع جزء منه هيجي هنا هيبقى اي، جزء هيجي هنا هيبقى اي برضه، جزء هيجي هنا هيبقى اي، جزء هيجي هنا يبقى اي، جزء هيجي هنا يبقى اي. نفترض ان كلهم بيسحبوا نفس الكرنت، كلهم بيسحبوا اي، يبقى الجيت دي مطالبه انها تطلع كام اي؟ كام دول؟ ستة. يبقى الجيت دي لازم تكون قادره على انها تطلع من الاوتبوت بتاعها ستة اي. يعني على سبيل المثال لو ده 1 ملي امبير يبقى الجيت دي لازم تكون قادرة على انها تطلع 6 ملي امبير. اوكي؟ مش دايما بينفع. اوكي؟ ليه؟ 6 اي دي كتير قوي. ممكن الجيت طالما في كارنت كتير ماشي في كوندكتور، الكوندكتور بيحصل له ايه؟ بيسخن. اوكي؟ فلو الجيت دي سحبت منها كارنت عالي هتتحرق بعد شوية، هتسخن لدرجة عالية جدا وتلاقيها اتحرقت خلاص ما بتشتغلش. فما ينفعش ان احنا نوصل مثلا الاوتبوت بتاع الجيت دي على 50 جيت، ان هيتسحب منها 50 اي. تمام؟ يبقى ده بنسميه اللودنج افكت، هي شغاله كويس قوي، بس لو وصلت عليها حمل كبير هيتسحب منها كارنت عالي، هتسخن، هتفرقع في وشك، مش هتشتغل. اوكي؟ فنعمل ايه؟ الجيت ما تقدرش تسبلاي الستة اي دي على بعضها، فبنعمل حاجه في النص. دي الماكسيمم نمبر اوف جيتس ذات كان بي سبلايد باي الجيت دي بنسميه الفان اوت. هتلاقي كده في المواصفات لما تفتح الكتاب بتاع لما تيجي تشتري الجيت دي، في حاجه اسمها داتا بوك، هتقرا المواصفات بتاعتها هتلاقي حاجه اسمها الفان اوت. يعني ايه الفان اوت؟ دي احدى المواصفات، زي ما بيقول لك الجيت دي بتتحمل درجه حراره مثلا كذا، بتشتغل في ظروف معينه. احد المواصفات اللي مكتوبه في الداتا بوك ان الفان اوت بتاعها مثلا 4. يعني ايه الفان اوت بتاع 4؟ يعني ما تقدرش تغذي غير 4 جيتس بس، لو حطيت لها جيت 5 مش هتشتغل او هتسخن او هتحرق. يعني ايه فان اوت؟ يعني الماكسيمم نمبر maximum number of other gates that can be fed by my gate out. اوكي؟ لما يقول لك الفان اوت 3 ما تقدرش توصل عليها اكتر من 3، طب لو عاوز اوصل 6 اعمل ايه؟ مش هعرف. تمام؟ فلازم نتصرف، نعمل حاجه، نحط حاجه كده وسيط في النص يقدر يكبر لي القدره بتاعتي ان انا ابروفايد انبوت لل 500 جيت اللي جايين بعد كده. الحاجه دي بنسميها البفر. تمام؟ هنشوف بقى فايده البفر. يبقى البفر فايدته ايه؟ ما بيغيرش القيم اللي داخلاله، ولكن بيقدر يخليني اغذي عدد من الجيتس اكتر من اللي انا اقدر اعمله من غيره. هنشوف ازاي. انتوا عارفين السيجنالز بتاعت الموبايلز والتي فيز والحاجات دي بتنتقل ازاي؟ يعني انت عندك مثلا بتاع المحطه اللي بتشاع الارسال بتاعك مثلا موجوده في المقطم ولا حاجه، ودي بتغذي الجمهوريه كلها. هل السيجنال اللي طالعه من المقطم بتوصل لاسوان؟ لا اكيد طبعا لا.
هي بتضعف تضعف وهي ماشيه، وبالتالي السيجنال بتبدا طالعه من هنا بتبقى كبيره قوي، مع المسافه بتبدا تقل. بيجي يعمل ايه؟ بيحط لك في السكه كده حاجه اسمها محطه تقويه، ياخد السيجنال الضعيفه دي ويكبرها تاني، فتلاقيها بدات تستعيد القوه بتاعتها وتمشي مسافه تاني وتقل. بعد شويه يحط لك محطه تقويه تانيه فتعلى وتقل، وهكذا. المحطات دي بتاخد السيجنال الاصليه بتقويها. هو ده اللي هيعمله البفر عندنا. ازاي بقى؟ تفترض ان الفان اوت بتلاته، يبقى انا ما اقدرش اغذي اكتر من تلاته. اوكي؟ فهنعمل ايه؟ وانا عاوز اغذي سته. ادي السته اهم، عاوز اوصل لهم كرنت جاي من الجيت. وادي الجيت اللي انا عاوز اطلع منها الاوتبوت بتاعي. هي بتدي تلاته بس ات موست، ما تقدرش تدي اكتر من كده. فهنخليها تدي اتنين الألم مش واضح. اوكي، ادي عندي ستة جيتس عاوز اوصلهم من هنا، ودي ما تقدرش تغذي غير ثلاثة بس، هتعمل ايه؟ هنخليها تدي اتنين وتدي بفر. البفر ده مصنوع بنفس التكنولوجي اللي مصنوع بها الجيت، وبالتالي البفر يقدر يدي ثلاثة كمان. فالبفر ده هاخد الاوتبوت بتاعه اوصله هنا واوصله هنا ونوصل على بفر ثالث. البفر الثالث ده يقدر يدي اب تو ثلاثة، وانا ما عنديش غير اثنين فهيدي الاثنين دول. ما احنا عملنا ايه؟ حطينا زي محطات تقوية في النص، دي ما تقدرش تغذي الستة مرة واحدة، هي تغذي ثلاثة بس. فالاكس اللي طالعة من هنا راحت هنا وراحت هنا، وبعدين دخلت على البفر فيديني اكس جديدة قوية تقدر تروح لثلاثة اخرين. فالاكس الجديدة القوية دي هتروح للاكس هنا وهتوصل هنا وهتخش على البفر. البفر ما بيغيرش القيمة بتاعتها، هتطلع اكس تانية بس جديدة تقدر تغذي ثلاثة اخرين، وهكذا. يبقى البفرز بتتحط لتقوية السيجنال مش اكتر. اوكي؟ وما بتغيرش القيمة بتاعتها، الزيرو بيفضل زيرو والواحد بيفضل واحد، بس هي بتديها باور اعلى عشان اغذي بيها جيتس اكتر. تمام؟ يبقى علشان نفهم يعني ايه بفر لازم نكون عارفين يعني ايه فان اوت. انت بتبص في المواصفات بتاعتك في الداتا بوك هتلاقي الفان اوت بتاع الجيت خمسه، خلاص يبقى انا هعمل حسابي في التوصيله ما ينفعش اوصل بيها اكتر من خمسه جيتس، لو عاوز اوصل سته لازم احط بفر في النص. اوكي؟ يبقى تاني هتلاقي اللي خارج من دي هيطلع له اي هنا واي هنا واي هنا بس، مسحوب منها ثلاثه اي، ما تسحبش منها خمسه ولا سته اي، تسحب منها ثلاثه اي بس. دي يقدر يتسحب منها ثلاثة اي جداد، فهتلاقي في اي هنا واي هنا واي هنا، بس اتسحب من دي ثلاثة اي جداد. اوكي؟ ودي برضو ممكن يتاخد منها اب تو ثلاثة اي، احنا خدنا منها اثنين بس، يبقى ستيل في واحدة ممكن نوصلها كمان. فهمنا يعني ايه فان اوت؟ يبقى الفان اوت هو الماكسيمم نمبر اوف جيتس ذات كان بي فيد باي ذا اوتبوت اوف ماي جيت. ماليش دعوه باللي بيخش له، لا هو بيقدر يطلع 3 اي. اللي بيخش له ده مش هو ده اللي بيطلع من الناحيه الثانيه، ده في سبلاي فولتج، في هنا باور سبلاي هو اللي بيمده بالكرنت اللي يقدر يطلعه. بالظبط، الاي دي مالهاش علاقه بالاي دي، اللي داخله دي مش هي دي، اللي خارج منه بيجي من السبلاي اللي بيشغله. السبلاي بيبقى كبير يقدر يسبلاي جيتس كتير قوي. تمام؟ اي سؤال يا جماعه؟ اتفضل. بيبقى بص يعني هنشوف الكلام ده. إيه انت لما تروح تشتري الكومبوننتس دي ما بتروحش تقول للراجل عايز بفر وبتقول له عايز اند جيت وكلام من ده، لا انت بتقول له اديني اي سي نمره 7400 مثلا. 7400 دي بتاع كده سودا، لما تشتريها لها 16 رجل مثلا، 8 الناحيه دي و8 الناحيه الثانيه،
جواها فيها اند، فيها ناند جيتس مثلا، دي فيها مثلا 4 ناند جيتس متوصلين جواها بالشكل ده. اوكي ادي الاي سي اللي انت بتشتريها، انت ما بتقولوش عاوز ناند جيت، هو اللي بيبيع لك ده مش عارف يعني ايه ناند جيت اصلا، انت بتقول له عاوز الاي سي نمره 7400، هو بيفتح درج عنده بيطلع لك البتاعه دي ويديها لك. انت عارف بقى عن طريق داتا بوك هقول لكم عليه تجيبوه منين، موجود على النت، ان ال 7400 حاجه شكلها عامل كده من جوه. فلما تحب توصلها انت كل اللي بتعمله هتوصل هنا الاكس وهنا مثلا الواي، هتاخد من هنا الاكس ناند واي، انت اللي بتوصلها. تمام، البفر برضو اي سي ثانيه، الانفرتر اي سي ثالثه، الاند اي سي، وهكذا، كل واحده لها رقم. اوكي هقول لكم ان شاء الله المره الجايه. في لينك كده موجود على الانترنت حاجه اسمها تي تي ال داتا بوك، هو ده اللي فيه ارقام الاي سيز وكل واحده من جواها فيه. اوكي هيسحبهم منين؟ مش هيسحبهم من الجيت بتاعتك. الجيت دي لو بصينا هنا، انا قلت هنا في اي سي فيها 14 رجل مش كده؟ انا مستعمل منهم كام؟ مستعمل 12 بس. طب في رجلتين زياده ايه هما؟ واحده منهم بتوصليها على الجراوند، واحده بتوصليها على حاجه اسمها في سي سي اللي هي جايه من الباور سبلاي. فالباور سبلاي هو اللي بيدي الكرنت اللي تقدري تطلعيه مش الجيت. يعني هنا اي 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 3 اي دول مسحوبين من الجيت. طب الجيت جابتهم منين؟ من الباور سبلاي. دول طلع منها 3 اي، جابتهم منين؟ ما جابتهمش من الانبوت بتاعها، هي بتاخد من الانبوت بتاعها بس قيمه 0 او 1، انما الكرنت اللي طالع بتاخده منين؟ من السبلاي بتاعها برضه. فاللي بيبروفايد الكرنت الكبير او مجموع الكرنتس دي كلها، اللي بيبروفايد الكلام ده الباور سبلاي مش الجيت. اوكي اي سؤال قبل ما نكمل؟ تعبت ونرتاح ولا نكمل على طول؟ الايه؟ اه بالظبط. اه يعني احنا كلنا خلي بالكم في يعني زي ما قلت لكم احنا هنا بنشتغل بحاجه اسمها تي تي ال، هشرح الكلام ده بعدين. داتا بوك تي تي ال دي اختصار لترانزستور وترانزستور لوجيك، يعني مهم مش مشكله هنقولها بعدين. ده طريقه تصنيع الجيتس دي، فكل الجيتس المتصنعه بنفس الطريقه هتلاقي بتدي نفس الفان اوت. فلو الجيت بتديك 3 هتلاقي البفر اللي مصنوع بنفس الطريقه بيدي 3 برضه. اوكي